السلام عليكم. هقولك النهاردة مين هم أكتر 10 دول بتشرب قهوة على وجه الكرة الأرضية كلها، وده طبعا حسب إحصائية 2021. في المركز الأول بتيجي دولة فنلندا بمعدل استهلاك للفرد الواحد في السنة 12 كيلو جرام، وبتيجي في المركز الثاني دولة النرويج بمعدل استهلاك 9.9 كيلو جرام للفرد الواحد في السنة، وبتحتل المركز الثالث دولة أيسلندا بمعدل 9 كيلو جرام استهلاك للفرد الواحد. في المركز الرابع بتيجي دولة الدنمارك بمعدل استهلاك 8.7 كيلو جرام في السنة الواحدة للفرد، وبتحتل هولندا المركز الخامس بمعدل استهلاك 8.4 كيلو جرام للفرد الواحد في السنة. في المركز السادس بتيجي دولة السويد بمعدل استهلاك 8.4 كيلو جرام للفرد في السنة، وبتيجي في المركز السابع دولة سويسرا بمعدل استهلاك 7.9 كيلو جرام في السنة الواحدة للفرد، وفي المركز الثامن دولة بلجيكا بمعدل استهلاك 6.8 كيلو جرام للفرد في السنة، والمركز التاسع بتحتله دولة لوكسمبورغ بمعدل استهلاك 6.5 كيلو جرام للفرد الواحد في السنة. أما في المركز العاشر فبتحتله دولة كندا بمعدل استهلاك 6.4 كيلو جرام للفرد الواحد في السنة. اعمل فولو لايك فورا واستنى فيديوهاتي الجديدة اللي بتتكلم عن القهوة دايما، وشكرا جدا على وقتكم، والسلام عليكم.